يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا شك أن الحكم والفصل بين الناس هو بالكتاب والسنة، لكن الإشكال أن كل أحد يقول إن مصدري هو الكتاب والسنة، فكيف نضبط هذا الانتساب وكيف نعرف المحق من المبطل؟ ما هي المسألة على الدعوة أن كل واحد يقول أنا موافق للكتاب والسنة، ما يقبل دعوة تعرض على المختصين على الراسخين في العلم ويطبقون قوله على الكتاب والسنة ويحكمون عليه، لأن الذي يحسن الرجوع إلى الكتاب والسنة هم العلماء، هم كل واحد يقول أنا رجعت إلى الكتاب والسنة ويبني على فهمها وعلى هواه، إنما يرجع في هذا إلى أهل العلم وأهل الاختصاص. نعم.